الأخبار من ATV العدالة وفيها. الغانم يؤكد سمو الأمير بصحة جيدة وكل ما يثار من المغردين غير صحيح. ردا على مقترح الغانم لقضية البدون، هايف يرفض وضع جهاز مركزي جديد على رقاب الكويتيين. مجلس الأمة يصدر بيان رفض وتنديد بما يسمى بصفقة القرن. الفارس تعرب عن تفاؤلها بحل القضية الإسكانية. ومن العناوين إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بصحة جيدة وكل ما يثار من المغردين بشأن صحته غير صحيح، سائلا الله أن يديم الصحة على سمو الأمير ويبقيه ذخرا للكويتيين. وفي سياق آخر قال الغانم إنه لابد من معالجة الاختلالات المالية بعيدا عن أرزاق الناس. وحول مشكلة الهوية الوطنية قال إنها شائكة ومن يطرقها فهو يدخل عش الدبابير، مشيرا إلى مدى تعقيد مشكلة البدون، مؤكدا أن أكبر عدو للبدون هم من يدعون أنهم بدون ويجب التفريق بين من يستحق ومن لا يستحق. أبدأ النائب محمد هايف اعتراضه على ما قاله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بإنشاء جهاز مركزي لحل قضية البدون، مشيرا إلى أن الجهاز السابق مارس تعسفا وظلما وديكتاتورية، وأن هناك الكثير من حالات البدون المظلومين لم يتم الكشف عنها. مع احترامي لرأي الأخ أبو علي، إلا أنه لم يوفق في هذا الطرح وفي هذه القضية، ونحن لن نسمح بجهاز مركزي جديد لنضعه على رقاب الكويتيين، يجنس من يشاء ويسحب جنسية من يشاء ويتهم من يشاء، ومن هم الذين سيوضعون على هذا الجهاز؟ إذا نحن لم نستأمن الجهاز الحالي على فئة البدون الذي شرق وغرب فيها و هذا الناس وأصبح جهازا يعني يتميز بالتعسف والديكتاتورية والظلم والتجاوز، حتى أصبح عندنا أمية في الكويت بسببه ومنع الناس من التعليم ومن الوظائف ومن غير ذلك. نريد الآن إلى جهاز آخر نضعه سيفا مصرة على رقاب الكويتيين، هذا لا يمكن أن يكون. هناك ما عمل وزارة الداخلية وأجهزة المباحث وغيرها من لجان التحقيق؟ إذن ألغوا وزارة الداخلية والتحقيقات والنيابة والقضاء، وضعوها هذا بديل للقضاء وبديل للنيابة إذا كان يراد به بهذه الطريقة. لكن هذا النفس وهذه الطريقة غير موفقة وغير صحيحة، ولا يمكن لكل من له رأي وعقل أنه يسمح بهذا المشروع أن يمر. أصدر مجلس الأمة بياناً أعرب فيه عن رفضه وتنديده بما يسمى بصفقة القرن المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويحث الحكومة على الاستمرار في موقفها الرافض لهذا المشروع الذي يتضمن تنازلاً مرفوضاً عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في الأراضي المحتلة. ودعا مجلس الأمة في بيانه إلى موقف رسمي عربي وإسلامي ودولي رافض لهذه الصفقة الخاسرة وداعماً ثبات ورباط الشعب الفلسطيني في أرضه المباركة. كما يدعو مجلس الأمة إلى تكاتف الجهود الشعبية الوطنية والعربية والإسلامية في نصرة الشعب الفلسطيني وتعريف شعوب العالم الحرة بالجرائم المتواصلة والانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العظيم. يعرب مجلس الأمة الكويتي عن رفضه وتنديده بما يسمى بصفقة القرن
المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويحث المجلس الحكومة على الاستمرار في موقفها الرافض لهذا المشروع الذي يتضمن تنازلا مرفوضا عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في الأراضي المحتلة، ويدعو مجلس الأمة إلى موقف رسمي عربي وإسلامي ودولي رافض لهذه الصفقة الخاسرة وداعم لثبات ورباط الشعب الفلسطيني في أرضه المباركة، كما يدعو مجلس الأمة إلى تكاتف الجهود الشعبية الوطنية العربية والإسلامية في نصرة الشعب الفلسطيني وتعريف شعوب العالم الحرة بالجرائم المتواصلة والانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال. وختاما نشيد كممثلين عن الشعب الذي هو جزء من الأمة على الموقف المبدئي للقيادة السياسية الكويتية وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من القضية الفلسطينية، ونشيد بكل الحكومات والبرلمانات التي اتخذت مواقف مناهضة لما يسمى بصفقة القرن، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر عدلاً وإنصافاً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. مجلس الأمة في دولة الكويت الأربعاء 5 فبراير 2020. يوافق المجلس على هذا البيان؟ إذا موافقة. وأيضاً كل مداخلات الأخوة النواب وموقف الأخوة الزميلات والزملاء أعضاء مجلس الأمة الواضح من هذه القضية سوف يترجم في اجتماع طارئ لاتحاد البرلمانات العربية سيعقد في عمان يوم السبت القادم. وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر إن الكويت تؤكد سياستها ومبادئها وأسسها الراسخة والثابتة التي أرساها سمو أمير البلاد تجاه القضية الفلسطينية. وأضاف في بيان ألقاه خلال جلسة مجلس الأمة خلال بند مناقشة صفقة القرن أن الكويت تجدد دعوتها للمجتمع الدولي بأهمية الالتزام بالقانون والشرعية الدولية لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة التصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. شاركت دولة الكويت وبفعالية في الاجتماعين الطارئين لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وكذلك للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللذين انعقدا يوم 1 و3 فبراير الجاري. وكلا الاجتماعان أكد على موقف دولة الكويت وأن الحل العادل والشامل لا يتحقق إلا بالالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأممية وفقاً لمبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرارات مجلس الأمن، ومن بينها قرارات 242 و338 و2334 وغيرها من القرارات ذات الصلة التي تدعو جميعها إلى الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. معالي الأخ الرئيس، إن دولة الكويت وإذ تؤكد على سياستها ومبادئها وأسسها الراسخة والثابتة التي أرساها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تجاه القضية الفلسطينية، لتجدد دعوتها للمجتمع الدولي بأهمية الالتزام بالقانون والشرعية الدولية لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير قابل التصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بغية قهر اليأس وإعادة الأمل. خلال مناقشة المجلس القضية الإسكانية قالت وزيرة الأشغال والإسكان رنا الفارس إن طلب مناقشة القضية الإسكانية النيابي يتناغم مع ما ذهبت إليه الحكومة في تخصيص ساعتين لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين، والقضية الإسكانية دوما تتصدر الأولويات، معربة عن تفاؤلها تجاه تلك القضية. وأضافت الفارس أنها لمست تواصلا إيجابيا حكوميا ونيابيا وشعبيا، مشيرة
إلى أن الضغط كبير ولكن الحمل يدفع إلى مضاعفة الجهود. في كلمة ألقاها الشيخ أحمد الناصر في حفل عشاء أقامته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي احتفاء بالفائزين بجوائزها، وأشار الناصر والذي يرأس أيضا مجلس أمناء جائزة الصميط للتنمية الإفريقية إلى حرص الكويت على دعم العلم والتعليم، لافتا إلى دور الكويت في إطلاق المبادرات الإنسانية والتنموية وتهيئة البيئة المناسبة لاستمرارها ونموها. أكد الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الكيماويات البترولية مطلق العازمي أن استراتيجية النمو الخاصة بالشركة ستسهم في خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي للانخراط في أعمال الشركة داخل وخارج الكويت. وأوضح العازمي أن الاستراتيجية تركز على الاستثمار في تنمية العنصر البشري، وبين أن استراتيجية الشركة ترتكز على 3 محاور أساسية ستسهم في بناء الكفاءات لدعم تطلعات النمو التي تعد أحد أهم المحاور التي تسعى إليها الشركة. ولفت إلى أن الدولة تعول على صناعة البتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة على مواردها الهيدروكربونية بغية تنويع مصادر الدخل، مؤكدا سعي الشركة لتنفيذ استراتيجية 2040 للبتروكيماويات وتحقيق كل أهدافها. شهدت البلاد اليوم طقسا معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع ظهور بعض السحب المتفرقة. وأفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس ليلا سيكون باردا وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة وتبلغ درجة الحرارة الصغرى 7 درجات.